حكم إذا فرقضة يتشتت كه بربر كان يكلا طرق كان يسهيسي كان وما قال يا روك استوم أنت وطن الصوماليات كنت على تكو حكتين كجو ضابي تعيش عما كدركته إن أنا وحبل لو داقين بربر كو حد بقارسي سيي حد بقارسي سيي الرئيس الصوماليات إنه كو قنع كره ريرك كلاسيها قردام اللو قرسيها دي قال لي هلي كرين لا ديك سدو ما ها ريرك الصوماليات سو يساقو حقا بصدو ووقي يساقا ينان كان وحبا وقبانين لكن وحا ورباون ككوحي قاسيها قردام اللو قرسيهم بقال كوا ديك سنية وحي الصوماليه يشوك تا وضعي تلسك حقيقي ودن كوكتش راوية هاي استعمار كامركا لغايبا دي انجي او وحلي راهتو وضعك مجتمع عافماتك تعليمك نقالها وحك استوحى معمولة هذه بكير اللي ربين كور لو قاضه كتولة تشوغو حرية يجيو يدا يرابو يرا كوو مقعي مسلمين له او اسلام كو ابتر صدا ايا وحي شيغانيان منابرتا اذا عضاها ايا جرائدك اي كشيغانيان اني كسو هرجيدان مشروعا هرقلين تشرعا اسلامك وينا كعشوني دين عكنا وحنا عالم إسلام ما أنت أنكو هينا نمن ولا داء يدعاء يعلموا أهل الجماعية نرشوا دي الرحدو دي وهو رئيس دي دين تإله الله يرجع لها سيد المسلمين تلقى دي دين تلقى سعى لها وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود ولولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي هدو إلى هاي الضونو وقدره إن فضل لقريي أصار شعب حيو إلهي وحيو قدراه كل حاسدة وكشكية وهذا هي ولولا اشتعال النار فيما جاورت هدي الضبك آنو كشد مين قيلها وآنو مقرانسا ضب آنو شد مين دي عودك عرفي قيسة وناكسان لما قرتين واللي عود كان قال يا عذا الرضا إيا بخورك لقسمي وحابويا مرك ما أنت وقاري سب بلا آدم إسوع أن عودك إنه ودقوي هاي أنا وين نارم باكوش ننتي كينتي دبا كوش دمي ولو الاشتعال النار فيما جاورت دبا كوش دمي مركو دبا كوش دمون بورتي صباح ذي لكن أتوقع دبا كاسش دمن اللي دبا قوى دب لكن دبتي سي محا كذا شيء إن جيت كان ودقوري جيتها كله كله حشري لأو قادي ساسي أيام معصري خير كي أيوم وترني صار كوا شرع هذا الدين الدين تكسر شيء هذا عصيانك يا فسقة يا ضلالك كل احترى وحويا وحي صار صاريا رجني ماذا كوا الدين تأوها الجماعية دون يا إن هنونك يا خيرك يا نورك وحيك وما ضل كل حفافيه ومن يريد أن يضله نكون دونه إنه دميونا يجعل صدره ضيقا حرجا إلهي سبحانه وتعالى أحكام تبو حرج كقدرية maanta Soomaaliya markii la yiraahdo kitaabka aan isku xukuno waxa lagu oranayaa dadku islaamka ma yaqaan suga horta inta islaamka ka baranayaan okay waa sugeyna marka dadkii ahkaam buu u baahan yahay in lagu xukume maxay tahay dimuqraadiyadda noo keenay aan isku xukune xeerarkeena noo keenay aan isku xukune iyo kuwa lama barto habeenki baa sheeydaan soo waxyooda waxay sheeydaan wey markii la ino keeno kitaabka alle maxaynu oranaynaa dadku ma yaqaan baa lagu leeyay 1420 iyo imisa way 24 sano dadku islaam buu yahay islaamkana ma baranayo ajeeb way oo dadku ma faraaciin bay ka yimaadeen markii la islaam ma yaqaanin xagee ka yimaadeen dadku ma faraaciin ba soo dadku dad muslimiina aabayaasho nool ma habtirsado kulli aabayaasha ila anta ka taqaan maxamed iyo ismaaciil ba ku jira mabda an-nasr wa hal irad yaani guusha mabda eeda wa hal irad وحوي شيء إلهي سبحانه وتعالى أمدان أصغي يعني مبدأ النصر ثابت لهذه الأمة إلهي سبحانه وتعالى أمدان وحو كوكا لضيستي إن يهلان وحل إرادة قول عاجلا أو عاجلا أما قوشا سيها سودك دكتو أما قوشا سيها هقضال مرتو حتى أخرته marba markay umadu ka dhibaato badan tahay buu soo dhaweeyay wali hada ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra
culays kasto waxaa maciisa ahaaday oo la socda oo cab ka daba imanaya oo cidhbinaya fudayd. waxaa la sameeyey kii indhaha loo fiiqaa la soo qabtay ciidamadii iyo waxyaabay ku takhasus ciqaabta loo dhiibay. waxaa la yidhi karbaasha oo si fiican u ciqaaba, waxaadna doorinsaan ciqaabtaas waa lagaa dayn haddaa diinta ka noqotay, waxaanaa sheeganaysa haddaad ka noqotay waa lagu daynayaa, haddii kale kurka ka gooyaalay oo hala dilo. sidii baa la yeelay, waa la ciqaabay, aad baa loo dhibay, waa diiday. wuxuu yidhi abadan mahmaa facaltumuuni shay-an abadan lan antanaasal buu yidhi, diintayda marnaba ka tanaasuli mahay yuhi. minshaar baa la qaaday, waad garanaysaa baasha minshaarta alwaax lagu kala gooyay, taasaa la qaaday, markaasaa madaxa intii laga saaray waa laba loo kala dhigay, labaa loo kala dilaacay. intee in la eg baad u malaynaysaa minshaarta qofka, intee saacadood bay qaadanaysaa ama intee daqiiqo, markii maarata saa loogu jeexayo muddo dheer weeyaan, kamuusa tanaasuli marnaba diintiisii kama tasaxsu iyo waxa la yidhahda walwal maba gelinba, adduunyadii iyo wixii dhanna waa tuuray, lan atanaasil buu marnaba. bal hadda xaggeenna usoo noqo, innagoo jaamac garas geedi hebel weligeen abtirka muslimiin baan ahayn, muslimiin baan ahayn. meesha aan maanta fadhina haddii la yidhaahdo maanta booliis baa yimid oo bal dadka soo xaadiray intay dhan yihiin baan rabaa inaan fiiriyo, inta gabadha xijaab qabta inta ragee maarata gadh leh waniyaho ilaahay wuxuu yihi laa yukalifu llahu nafsan ilaa wasucaha fataquu llaha ma stadactum, adilo fara badan walaa tulquu biaydiikum ilaa tahlukati, adilo fara badan anbaa lasoo wada uruurin, war guryihiinna isaga tukada, guryihiinna meeshii maanta waxaa yimid guryihiinna ku tukada. idan akbaru jariima aad gashay ayuha alakh ama ayuha alukht almuslima, dembiga ugu weynaad gashay ilaahay baan rumeeyey weeyaan, waxaad u dhimanaysa waa middaas, ama xijaabka tuur ama waxaad doonta samee, taalamaa aad muslima tahay qalbigaadana iimaan uu ku jira, waa in kaana daciifan haba ahaadee waxaa weeyaan waxaa tahay mujrimad baa tahay. sidaa daraaddeed buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi thalaathun yasfayna laka wudda akhiik, saddex waxay maaragtay saafi kaaga dhigayaan oo kuu barax tirayaan walaalkaa jacaylkiisa, ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. saddexdaasi waa maxay? tusallimu calayhi idaa laqiita, markaad la kulantid salaam oo salaam qalbiga ayo afka intaba ku dheh, tuwasicu lahu lmajlis, hadduu kuu yimaadona fadhiga u bannay golaha u bannay oo u ballaari. tan saddexaad waxa weeyaan watadcuuhu biaxabi asmaa'ihi ilayh, erayada magacyada uu jecel yahay midda ugu wanaagsan ugu yeer buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, erayada xun ha ugu yeerin. soomaalidana waxaan leenahay tarbiyadaas waa inooga fiican yihiin ummadaha kale, markaad u fiirso dadka markaan u yeerayno iintan un baan ugu yeelnaa, kan waa laangare, kan waa ilay, kan ma garan, lama ogola waxyaalahaas dhammaantood lama ogola. qofka iintiisa in lagu laqabo lama ogola. walaa tanaabazuu bilalqaab biisa lismu lfusuuqu bacda aliimaan. maantaytu dalka soomaaliya waad ogsoontihiin amxaaro dadka la yidhaahdaa waxaa la saaray cadaawaddii diineed, waxtaana u dhahad meesha waa laga saaro walaalaanahaa laga qanciyo dadka. haddaad runta doonaysaan, annagu haddaanan ka tanaasulin diintayada iyagu toodi kama tanaasulinin, cadaawaddii ay noo qabeenna kamay tanaasulinin iyagu. ninkii tegay iminka wuu garanayaa ardisababa, waxaa laga xayaysiiyaa t v-ga ardisababa, dagaalkii 77 ayaa laga xayaysiiyaa hadda jeeraale. in la soo celiyo colaadii dadka itoobiyaanka iyo soomaalida ka dhexay in lasoo muujiyo mar kaleyto hadi jeeraale. laakiin waa sidaan idiin sheego, maanta jananadii soomaaliya haddii laga dilay qalbiga oo ay maslaxa isu rogtay iyo danaysi dalkii iyo diintiina faraha lagala baxay, dadkiina indhergaratadoodii ay noqdeen sidaan raagay gaala taageer intoodii badnayd, intii kalena ay ka fog yihiin maantayto xalkii nabadeed.
وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر أتباع أكرام منذر. ونسى إن شاء الله محاضرة ذي شيخنا شيخ علي ونوسو جيدين لها وحن نكعد دارنا إن شاء الله إن عيوانك محاضرة وبدل المي أمل بدلي إن شاء الله وحاولنا نقول يا تلمامها مؤمنين تلاو قرطة مركا رالي كان إن شاء الله وحن كوري جنيا ميكروفونك شيخنا شيخ علي فليتفضل مشكورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. معاشر الإخوة، موضوع وتلمامها أمضى أستامها لو قرن كرو قفك مؤمن كأه مقع كستقل الشيغو مقع وحقوبة هاي هاي إلا حسو تلمان تأو قار كأه أستان تأو كجدونان كرو مقع يذكال قفك استن الله سبحانه وتعالى هي أجارة صفة جارة ذات جارة فكر ولا جارية هي بالرب جاي وأبوري تينا وحلو بهاي هي إن أي نقطة ميد يذا حسن يذا حسن أمرك أقف كي أكجد دونان كردات ككلام موضوعنا ما أنت ومواضيع ذكاء أكجد دوني هي لا بعرف مود كو waxaan rajaynayaa gidigiinsa wada dhantihiin dadka meesha fadhiya nambarada aan tirin doono inaad wada xifdisaan talabaad liis baa la sheegayaa liiska waxaa ku qoran tilmaamo ayaa ku qoran iyo astaano liiska haddaad iska heshid waxaad ogaanaysaa qofka muuminka la sheegay inaad tahay liiska haddaad iska weydiinna waxaad ogaanaysaa inaada muuminka aadan ahayn aniga adiga waxaan u baahannahay in ilaahi subxaana watacaala na waafajiyo liiska uu allah uu ku sheegay dadka muminiinta ah haddaan iska weynana runtii khasaaradeeday leedahay waxaa laga yaabaa in nicmadu ilaah ay tahay in adiga lagaa helo ana layga waayo waxaa laga yaabaa in cagsiga uu dhacana waa suurtagal waxaa laga yaabaa in innagoo dhanba inaan ku wada jirin amaba nagalaga wada helo taana waxay u noqonaysaa fadliga ilaahay allah subxaana wa tacaalaa fadligiisa weeye haddaan iska helna liiska mu'miniinta ah waxaan ugu mahad celinaynaa rabbalcaalamiin jalla wacala oo ina xusay oo si gaar ah waxaase cajiib ah sifadan la sheegayo qur-aanka waxyaaba cajiib uu ku yahay waxaa ka mid a waxaa la sheegaa aayad aayadda magac kuma qorna meelna kuma qorna waqtina looma qabto saddexda shay oo ay yidhaahdaan oo duruufta hebelna lama tilmaamo meesha falkan uu ka dhacana lama sheego wa fii nafsi alwaqti waqtina lama sheego الذين آمنوا وحي جري كران وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وحي نقون كران أبو بكر وعمر يدتك لأ الذين آمنوا
waxa ay joogi karaan meel kasta maka ama madiina ama meesha hadda aan joogno allahu aclam waana manhajiyada daqiiqa ah qur-aanka aanu ka helno وبإذن الله سبحانه وتعالى وحن أدى دقيا موضوع عن إسلاي هاي إلهي نقدر قددك مقعيوذو ذا ليسكا كهلا وآن لديهن سددك في سورة الحجرات هدهن يعني هل لسو قلين ما شاء يعني أفكينا لغم مقلن آمنا ولكن قولوا أسلمنا آمنا إسكدايا ولما إذن قارن أسلمنا بها ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيمان كولي قلبينا كما أنو دادقين ولما قارن ما شاء الله تلقى له سادرت الوحة ثلاثة أسلمنا ما شاء الله نوصب بحي وحة إن مسلم نأو قار أيهاي مؤمن نأو قار أيهاي آيات دوحة كلا كلا دح بحينا إن درجة إيمان كأي كنجر أي كسر أي درجة الإسلام قرآن كمركات كلمة الإيمان كليا تحرعت كسميسيد وحا قرآن كان لغو حسين لح بقل يسيديتا يشن جربة لسوع العلي لح بقل يسيديتا يشن جربة وحا لسوع العلي إيمان هدي انتا عن سيكا لججبيو يضا اسم فاعل يضا اسم فاعل أو سبجكتيف كيس أدى عيسى وحال السوع العليا لا بقل يصدن جير مؤمن هالنقطة إذا مفرد أه أو كلية مؤمنون إذا بلورال أه أو جمعة إذا فل أه فعل أه آمنتم آمنا آمنا إذا أه فل كلية إذا وحال السوع العليا أفر بقل يتوان جير إذا مزدر أه وأبسرق نان أدع عيسى وانا ماشي اقدم بيسو فالك ومركا كويه لو بقى وحال السوع العلي افرتن يشان غرب السوع العلي اسكو سو دودوبه ودرت وحي نقنسا لح بقل انسيديتن يشان ولذلك مثلا مركان كهلي اسماء دو كله اما اسم فاعل مركان كهليو مؤمن يا مؤمنا مؤمنين مؤمنون يو مؤمنه مؤمنات هبكا سي كو سو نقنودن ولذلك وحن هنا مؤمن عشان يتوان جيره مؤمنا او تضبط جرأة مؤمنين او هل جرأة مؤمنون او صدا شن جرأة مؤمنين مؤمنين او لجي اذا مؤمنين اي مؤمنين بكليهين او بقول افرتن افرأة اي مؤمن او لح جرأة اي مؤمنات اللواتن اي لبا جرأة وحان محل لسوع العلي ترادا انت لأك وحان الاتا هاي وانا كلمة كلية او قرآن كأد اقصو النقطة محايا لدد تربضا او اسلام كي شيكتي او ايمان كي شيكتي ايا وحا لو باهن ان لا كلا شان ديهو لا كلا سارو لا كلا بخيو جروب البابا ما عقاره ماركا لو ييلو الله سبحانه وتعالى ماركا و هو شيغا معانيدا ايدا نمبر 2 قران كا اياده كو سو اورريا ايها الذين امنوا كليه اي او كدن بايو فل امر هان نقضو امان هان نقضو اسو دوين هان نقضو بشارة هنقطو سجاشن جرب لسوع العلي ولذلك شيخ أبو بكر الجزائري كتاب لي هيئة نداءات الرحمن لأهل الإيمان وحشيجة سجاشن جرب وحشيجة يا آياتها يا أيها الذين آمنوا ضد كان مرك الله يريه أو سال لوجنا الذين يو لله يا أيها الذين آمنوا مقعودنا ساء أصل الله بنايو ترى منهم ينقون كران بإذن الله أسود دادقين قدر كالباد إن مثلا إن أن إسلام الدقناء يتهي وحوي هاي فرق أدحايا إسلام إيا إيمان محوي هاي فرق يربع أدحايا بعين إرادان علماء لبدو ده الدين لإسكو قرب شاقه مدبان مقع قارو لي هاي تلمان قارو لي هاي قيحيد قارن وقباهن هاي لكن هدي مدل الشاقه إسلام هدي للشاقه إيمان كانوا مثالي كرائو بوسكي سوف الدياء هذه إيمان لشيغانا إسلام كو حنبارسيها ولذلك قوليه لله اللي وحا اللي يري لا تقولوا ولكن واتلني آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ورولي ميدان رمين لكن إسلام كو قاب صدا صوبتا نوحا يتها إسلام كي أما إيمان كي قلبي ينا مقلين
qofka markuu ku dhawaaqo ashhadu an laa ilaaha ila allah oo markasa lagnoogu keeno ashhadu an laa ilaha illa waashhadu anna muxamedan rasuulullah waxaan leenahay muslim baa tahay, markiiba uma saxiixi karno ma siin karna kaara mu'min baa tahay. Mu'min wuxuu noqonayaa marka laga helo wax alla wixii islaamka dhammaystiri lahaa, oo salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo khashyadii iyo baqdintii iyo iyo qofkii inuu la yimaado wax alla wixii marka allah subxaanahu wa tacaala ugu dhowaan lahaa. Arrinka labaad, marka la qeexayo iimaan, iimaan waxaa loola jeedaa inuu qofka ictiqaadka qalbiga uu ka soo fulo kow, nambar labo afka uu ka yidhaahdo, nambar saddex fal ahaana uu sameeyo. Saddexdaa haddaanay isku tegin qofkii mu'min maaha. Masalan allah subxaanahu wa tacaala, amaba mas'alaan rumaynaynaa ictiqaad waa in lanaga helo, horta qalbigaaga arrinkan inuu ka daadego. Tallaabta labaad waxa ay tahay in afkana aad ka tiraahid qalbigaan ku hayaa ma sheegayo, taa iimaan maaha. Ta saddexaad waa in fal ahaan shaygii aad u samaysid. Saddexdaa markay isku tagaan ayaa qofki waxaa la dhihi karaa waa mu'min. Walidaalika maxaan ula jeednaa marka ictiqaadka qalbiga, ictiqaadka qalbiga ah arrinkan waa arrinkaan jannada ku geli lahayn, waa inaan fahamno. Ictiqaadka qalbiga waxaa loola jeedaa wax alla waxa qalbiga uu xambaarsan yahay, wuxuuna noqon karaa mid lagu dhawaaqo, wuxuuna noqon karaa mid markaa la sameeyo. Masalan qowlka waxaa loola jeedaa qofka markuu ilaahay jiritaankii uu rumaysan yahay, jiritaanka allah, nebi maxamed sal alla lay slam nebinimadiisa, sharaa'icid oo dhan, iimaankii, rusushii, kutubtii, yowmil aakhar, qadartii iyo wixii la mida. Kan qalbigana waxaa loola jeeda wax alla waxa meesha soo gala, hadduu noqon lahaa ikhlaas, hadduu noqon lahaa khushuuc, hadduu noqon lahaa baqdintii allah subxaanahu wa tacaala laga baqi lahaa, haddii la rajayn lahaa. Waa tan allah subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamaya wuxuu leeyahay, walaakina allaha xababa ilaykum liimaana wazayanahu fi quluubikum wakaraha ilaykum lkufr walfusuuq walcisyaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala buu wuxuu idinla jeclaaday iimaankii, qalbigiinana wuu ku qurxiyey, waxaa laydinla nacay oo aan la ogolayn gaalnimadii, diinka baxi, iyo qofkii inuu noqdo qof cisyaan wato, madax adag oo aan lagu kari karin khayrkii. Taa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu diiday. iimaanka inuu qalbiga degana waxaa muujinaya aayaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku yidhi, wakataba fii quluubihim liimaan, qalbigooda wuxuu ku qoray iimaan buu ku qoray. waxaana markay qoran yihiin waa wax meeshii aanan ka foqin ilaa in markaa laga zuuliyo mooyaane. allah subxaanahu wa tacaala haddana wuu tilmaamay macno saas oo kalaa. kelimata laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah waxay xambaarsan tahay wax alla waxa acmaalu lquluub lagu magacaabo. maxaa yeelay qofka markuu laa ilaaha ila allah uu leeyahay cilmi baa looga baahay inuu kelimaddii garowsan yahay waxa ay tahay, inuu yaqiinsan yahay kelmaddan isaga tagtay ama isaga timid labada daraf ee kale ah, waxna inay diiddo, waxna inay ogolaato inuu fahamsan yahay in arrinkan uu sheegayo uu yahay arrin markaa barax tiran oo aan shaki aanu ku jirin, in uu allah subxaanahu wa tacaala rumaysan yahay, in kalgacayl uu qabo uu shaygii uu jecel yahay, in hoggaansan iyo dacayaysan laga helo aanu diidin, inuu aqbalo uu shaygii markaa qalbigiisa u galo. intaa waxaa lagu magacaabaa acmaalu lquluub kelimatu laa ilaha illa, in laga helo laa ilaaha ila allah haddaanay shuruuddaa aanay wadan qofka ma fahmin baa la leeyahay. hadduusan fahminna hadda isma tirin karo ma dhihi karo mu'min baa nahay. qowlka lisaanka marka la leeyay waxaa soo gelaya ducadii, xuskii alle, qur-aanka marka la aqrinayo, kelimada wanaagsan ee aamanna ah, camalu ljawaarix waa camal walbaba iyo fal walbaba qofka xubnaha uu ka sameeyo. walidaalika latiifada meesha ku jirtaa waxay tahay aayad walba oo tiri yaa ayuha aladiina aamanuu, waxa ka dambeeya waa camalu ljawaarix, waa falalka xubnuhu ee xubnaha aadaniga ay gutaan. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaah, taqwadii fal bay u baahan tahay. laa taqrabu zina, ficil bay u baahan tahay. aatu zakaa, ficil bay u baahan tahay. aqiimu salaa, ficil bay u baahan tahay. walidaalika waxay leeyihiin culimmada yaa ayuha aladiina aamanuu mar la sheegay ma jirto mar la sheegay ilaa waxaa ka dambeeya inuu qofka ficil uu la yimaado. waana dul mari doonaa insha allah subxaanahu wa tacaala fii aakhir almataaf. waxaan u baahanahay intaanan astaamaha aanan u gelin inaan tilmaamo laba kolom oo qur-aanka ilaahay manhajiyada allah subxaanahu wa tacaala fi lqur'aan markaan milicsana laba kolom baan u qaybinaynaa. aayada waxaa jira
qofka sifada iimaanka u sugaya ayada waxaa jira qofka sifada iimaanka u diidaya. Bimacnaa haddii lagaa helana inyah waxaad ku tilmaaman tahay mu'min inaad tahay, gabaryay waxaad ku tilmaaman tahay inaad mu'minad tahay, warguruuba waxaad tihiin mu'miniin, mu'minaad baad tihiin sifada haddii layska helo. Sifana waxay leedahay haddii lagaa waayo waa salbiye, waa negatif, iimaankii baa meesha ka baxaya. Maxay yihiin marka sifaadka haddaan guud ahaan u helno? Qur-aanka Allah subxaana wa tacala waxa uu ku yidhi, walow kaanuu yu'minuuna billaahi waannabiyi wamaa unzila ilayh, hadday rumayn lahaayeen ilaahay nebiga Muxameda sala allahu calayh wasalam ay rumayn lahaayeen, waxyigan iyo dastuurkan loo soo dejiyey in bulshadan lagu hagana ay rumayn lahaayeen. Ayadda waxaa ka dambeeyey maayan kuwaa ka dhigteen awliyaa. Ayaddanu marka waxay tidhi qolyaha kan iimaankooda maxaad inaysan mu'miniin ahayn maxaa diidaya? Iimaankooda waxaa diida maxaa yeele maadaama ay yeesheen maa siwa allah, allah waxaa ka soo haray ay ka dhigteen kuwa ay xiriiriyaan, oo manhajka ilaahay ay ka garab baxeen, oo manhajka ilaahay ay diideen, oo diintii ayaan marxabaysiinin, bay waxay noqdaan dadaan mu'miniin ahayn. Ayadda marka waxay muujiday haddii laga heli lahaa iimaanka maanta waan tirsan lahayn, maadaama aan lagu hayn, oo markuu shariica uu maqlo, markuu maqlo aayad baa laysku xugminayaa, markuu maqlo diinka ilaahay baa dadka lagu haya, markuu maqlo markiiba dida, waxaad fahmaysaa iimaankii buu diidan yahay qofka kan. Aayad kale waxay leedahay wayaquuluuna aamannaa billaahi wa birrasuuli wa ataacnaa thumma yatawalla fariiqun minhum min bacdi dalik wamaa ulaa'ika bilmu'miniin. Afka waxa ay ka leeyihiin ilaahay rasuulkiisaan rumaynay, hoggaansanna waa lanaga helay, kadib qaar iyaga ka mida ayaa jeesanaya oo ma ogola in kitaabka ilaahay lagu xukmiyo. Allah wuxuu leeyahay marka wamaa ulaa'ika bilmu'miniin, kuwa mu'miniin ma aha. Ayaddanu maxay diiday? Inuu qofka yidhaahdo mu'min baan ahay, ilaahay baan rumaysanahay, rasuulkaan rumaysanahay, hoggaansan buuxaa layga hayaa, wa fii nafsi alwaqti ma maqli kara in lagu xukmiyo aayadda ilaahay. Waxaan jeclahay in lagu xukmiyo waxa dadku u yaqaanaan noocan maa dhaqan Soomaali, geed hoosiis inaan fariisto oo xeerka bulshada u deggan iyo xeerka tolka u deggan ha laygu qaadaan leeyahay. Laakiin ma ogol in la ii sheego aayad baa ku haysata niyahow iyo xadiidkan baa waxaan diidan arrintaa uma baahni. Walidaalika nolosheena markaad aragtid maxaa diyaadka lagu kala qaataa wax lagu magacaabo dhaqan Soomaali, maxaa dadka lagu xukmiyaa xeer lagu magacaabo xeerka qoyska, arrimaha marka la helo iimaanka way ka hor imaanaysaa. arrinka saddexaad aayad kale ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ku leeyahay haddana alam tara ila alladiina yazcumuuna annahum aamanuu billaah wamaa unzila annahum aamanuu bimaa unzila ilayk wamaa unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila aلطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih uyuriidu الshayطaanu an yudilahum dalaalan baciidan. Ma waadan milicsan xaalka qolyaha iyagu sheeganaya inay rumaysan yihiin manhajkan adiga laguu soo dejiyey maxamedow, wa fii nafsi alwaqtina leh kii ka horay xitaa waan rumaysannahay, laakiin marka la yidhaahdo waxbaa la xukminayaa shariica jirta islaamka dadka lagu hagaya marka la yidhaahdo ma ogola. Wuxuu ku leeyahay intaad dhigayn lahayd maxkamad islaamiya anigu waxaan ku go'aatan kale ee gaalada ah. Qolyaha marka aayaddanu maxay diiday? Inuu qofka yidhaahdo mu'min baan ahay, wa fii nafsi alwaqti uu xukum uu ka raasada intee meel aanan ahayn xukunkii allah subxaana wa tacaala amaba dastuurkii ilaah haddaanu aadin, iimaanka waa laga saaro qolyaha iyaga. arrinka kale allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara. Waxaanan caado ahayn, dhaqan ahayn, caqli gal ahayn wax qofka maankiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu hagaajiyey aanan ka daadegaynin. mar haddii ilaahay uu kuu gartay, kuu jaangooyey, kuu xukmiyey arrin, inaad tidhaahid maya waxaan door bidayaa ra'yigayga gaarka, anigu waxaa ii muuqda, caqligayga wuxuu i siiyey, laakiin shahwadeeda ii diiday, maya fakarkayga ii diiday, maya casrigan baan waxaan aanu socon karin, waxaan ku jirnaa casri oo somehow ay dadku ay hormareen, saa darteed arrimahan ma qaadan karno. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qofka mu'minka ah iyo gabadha mu'minada ah umaba ahaanin owlana uma aha wax u cuntama caqligalana ma aha in mar haddii amarka ilaahay ay arkaan iyo kan rasuulka maxamed sala allahu calayhi wasalam kooda gaarka ah inay door bidaan ma aha. Maxaa yeele maxaa la diiday aayaddan? Maxay diiday? In khiyaarullaahi wa khiyaaru linsaani ay isgarab socdaan waa la diiday, ama tan ilaahay u go ama taada u go'o mu'miniinta aan kaa saarno.
آيات كلا وحي الله ذاك وآيات أخطر سن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إيمان بلغ مهل مؤمنين معها إلا أي منهج كبكتان أو أي أوحقن تمام كتابك إلهي شريعة إلهي آيات هذا نوحي الرعيد وماشي أخطر سنة حكمك وحال لغا يابا ان اد كو خصبنت هي ان لغو سو خصبي ان محكمه اسلاميه اي كو سو خصبتي ان دولت اول له اي جرتو كو سو خصبتي ان ادو ججوبه ماشي لغو كاني لغو سو هر استاجي محكمتي لغو يرادني وحاد كو حكمنت هي حكمك و خو يحي سا سو كلي حكمك و خو يحي دل حكمك و خو يحي غان غوين حكمك و خو يحي سدا لكن واد كو خصبنت هي سوما و يحي با تير واسك سو دقاقدي أضو مركا حكمكين أوديارة لكن قلبي قد كان عيسى الله وحي ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وله دي قلبي إن أي كجرتو قلبي ولي أرنك هدو كدا دقي لأي هاي نوعا ما قفك عريري هدو دريم قفك وحان لأنه ولي مؤمن متين إلا أن إيمانك محو كينا يقفك قلبي سؤنه واسع النقضه إله با حكمي هذا كما تاقنا رسول كايري هذا كما تاقنا إله سبحانه وتعالى حاران تنمي زينة هذا كما تاقنا قاد كان إله بحرام تنمي هذا الكلام تاجنا ورخم رضن وحرام هذا الكلام تاجنا خنزير وحرام هذا الكلام تاجنا لكن شيخه واحد جرا شيخه واحد جرا الرماس الرماس عنا ينما آيات سيد الله قاتوي وفي نفس الوقت وأنا العريري أذن دريمن وأكون خصبناه وأنا ضنهن وأنا اتراهد وأمر إلهي وأنا أقبله وحلاقي يا بقى إن أتقادت وأكون خصبناه اتراهد وحنا كلنا نقول مسلماته قال متهد لكن إن أتقارت الدرجة دي أهيد مؤمن بانها وإن قلبك هذا شيء وشرح ناظه وإن اللبع اللبع إيو لبع اللبعين إيو جيس الشيء إيو هو لها اللقاهين وإن السيد دق دق مركا دو قادات محايا المنافقين تو مركا اللي ردتو كذا قاموا كسالة يقول لقاه جيدة يتوكن جرين ومع ذلك صلاة بلو حسابين جرين لكن قفك مومن كمحال لقوي قان إنو مركا سريت وكسو بوضو أدمودد إنو مشين كل ركيبان يهي إن صلاة دي إساق وفرحسان وقالو إنو تكذا مركا سدرجة إيمانك وقاريا آيات مركة معنيه ذو سيدا الله سبحانه وتعالى هدنا رسولك صلى الله عليه وسلم وحير لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب أو ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن حديث وفهمت سوء دعية سدح الرموضبة إي إيمانك إسلام فالقلان بري بيكليهن إيمانك حقا سمر وادي أرنك كلام حق عصو المرايا قف مؤمن إنو زنيستو إنو إيمان شاكتو لبدا إسلام قالان إسمال ممران قف مؤمن إنو وحضه إسلام كان إيمان وشاكتو لبدا إسلام فالقلو إسراع ماها قف مؤمن إنو خمرع أبو إسلام كان إيمان وشاكتو لبدا إسراع ماها مركا محايز ديدي وحايز ديدي محاي رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري قف مؤمن مزنيستو حين يزني مركو زني ذو كجر وهو مؤمن حين يسرق مركو توجني ماذا سمعنا وهو مؤمن حين يشرب مركو خمرة عابي وهو مؤمن معقول بماها محيا لي إيمان كأيا وحن ديذي قفك مرك إيمان لجوهايو أما والله إيمان كي لجوهايو أو مؤمن أويهاي طلبتي حتى أما وضدي مرن لهاي أما بقول وين له زينة حتى وكفوك ياه ولذلك إنه قفك الزينة يستو وحضانة وقسطه ماشان ولسه متحنا ولسه فرستوي هذا مؤمن بانهاي أريش قينا يساي ماها وح إزجلينا ما ولذلك مالنت الزنا إذا عدوا حد وقعت مؤمن إيمانك واتكبح صنته كوكو فرسين ما ينام مسلم بالنقاء لكن وحلنا حالة الزنا ده سوء كذا عدم مؤمن مهين وحضب بها أنت مو إيمانك إن سوء كبتت ولا سوء جارة ولا سوء جارة مر خمرة دي إلا أتكسو جارت حالة ده سوء إيمانك واتكبح هذا مرك وحاب بدن أنت قفك إيمانك وكبحه أنت كوس الله توي بدنته ولذلك رسولك صلى الله عليه وسلم حديث حكير هذانا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه سدح جرب وحير والله سرمين إله بان كل دارتي مرمين إله بان كل دارتي إيمان لقمه مركزي يا رسول الله دارتي كيابين مركزي يا ولجدا وحن ولجدا قفك جار كيسة يدرس كيسة آني أمان كهل إب كيسة هدي جار كأدبتد درس دب لغو يقان او ددك آذن نبت قلين او افكاقي ادن كاوه ددك آني كبت بادن حالة دانا مؤمن متين هدان ليقبت بادن مؤمن ماهي
مسألة إيادان وان حسابتا أن كدر صنو هدي جاركي دادك كاهرد الله إيهين أو داد أي كامر الله إيهين أو مروا البابا عرض ديقوذة أو أدى باري سيد ماشا يكدم قنايان أو مروا البابا شرفتو هذا مالا وقرد عيسيد وحاد وقاتا إيمانك وان كبح صنة أني أذيك هدي سفزنا لك هلو أرنت أنا قطرت إذي لذا آيادة مركة آيادها وكالون كوواد وان كقه اللي وحال لحريرة فيما يتعلق به نصوص تديديسة أما وقفك إيمان كان وقالين وحاجة جرت مركة نصوص كله أله هدي لقاها لصفات كاس مؤمن باتها نصوص طوحة كم إذا الله سبحانه وتعالى مركة القرآن كوكيري آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قروب حجر إيمانك القويقان وهو قامي ويها الرسول صلى الله عليه وسلم كدبنا أي رأسيهن المؤمنون قروب كاسفاد المحوية وحي ليسوا التاقين إله من رمين وحن رمين رسوشي أردن وحن رمين كتبتي وحن رمين مالنتي الدنبيسي هدي قفك إنت وكل رواقه أما أولي ماذا نحن لنا مؤمنين تنكو كترينينا كو هذا آيات كلا وحي الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم مؤمنين ته وقليها مرك إلهي إلا حسوه قلوبته أي بغضه هداد أركتد آيات ير مرك الأقريو أما نوعا ما كلمة ير مرك السوجيد أسلاه ذهي أما بأذيك آتاهي قفك للشيغي خطر ير مرك الدرينتد والور ير مرك كسوق لو حد وقاتها مؤمن باته آياتك إلهي مرك قفك لغو أقريانا إيمانك سؤو زياده آيات دا وحان ماشان كلا رح بحينا إيمانك إنو يهي شيء مرك زيادة يسوق لكرتو نقصان يسوق لكرتو حالنا قرب آذاي وكبعة وزيادة حالنا هصب ودعاء معي هذا وحنا صوت المانة قفك مو مك مركو خلط وكبر إيمانك دعوة بجارية مركو وناك ولا يمد إيمانك نقرب آذايا مركو خلط وكبر وهصب ودعيا مركو وناك ولا يمد قرب آذايا سلا هذا مركه تكون جرتيد قفك مركو الليل كوسو استاجو مركو قفك وردينا يو حتى مركو قفك ويسيستو قران كمركو أقرنا يو حدرين ما جوي كدوان كي هراء وكل حجري أرنتي كدوان بقول كي وبقول لكن مركا داركتيد ميل لغا بوقا يو كلا مركا دح فريستيد اما نوعا ما لبا الروح اسعين يا مركا تهر فريستيد اما هاس مركي دقاها يكو صد عضو اوكالا اما نوعا ما لبا الروح اسدقالي ادح قشيد اوكالا اما فقارا ان لوغو تلقلين ان الهي سبحانه وتعالى لغو حساد فريستيد اوكالا واحد دريما يسا ايمان كاي قراديه سهوص بو دعيا الله سبحانه وتعالى مركا المؤمنين توحا لغو يقانا آياتك إلهي مركا لأقريو عبسي كو إني صوغش كو وفي نفس الوقت إيمان كود إنه كر وكعه وفي نفس الوقت إلهي إني أرن كود أديبتان وفي نفس الوقت صلاة دي أوغان الله سبحانه وتعالى إنت مركو صوغش يقول حيري وآيات كلية الصحيح بوحذا كو صحيح ذا قفك مؤمن كود تيري أولئك هم المؤمنون حقا كواسا مؤمنين ربأه مؤمنين لطابان كور إيمان كود ورب كواسا آيات مركا ودرجة درجة دافتوي محايا القرآن كوحادة دانسنكرا قف علمي شرعي برتي افهمي آيات دي اسيدة او ركبان تهي معناها اي مفرد كي كفر دي ذي وحي اوغان ايسو بلاغ وقف كفهمي كليون بعد دانسنكرا قف آيات كمركي إلهي سبحانه وتعالى لقود الأقرين بغدين ايسو قليسو وقف سننتي انو فيشي بان اسرافين كاس ايا قاري كرا اقامنا وحا قاري كرا قف سلا سلا دانو كدرين لكن نين مالون بولسو تاغن ترين بان صارنا واي دافتي كلاس بان كجيره جامعه الصلاه دي بان اسكو دراي ما انت ان كفكر انه اسكو در يقيمون الصلاه ما حقا ما سو غليو حقا مركا وحا سو غليو قليها اقامه الصلاه في اوقاتها وقت اذان الدين ايات كلا وحا الله سبحانه وتعالى اكيري قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قال يهان سيد اللو وذي با جنظة لقي إيمان كو ذوحو قارسية جنظة محيهين كوان ليبان واكوا قف صلاة دك وخشوعي قف عادية ما قف كاس
إلا الخشوع ما إيمان كر أذو معنيه أذن روحين ودركت هذا مركز صلاة لجله النجا أسكو مشغولينه فكر كلاقيه هو لا أن لوف الدين إيه بيل الوقت جودي أن لجارين أتكيف فكر تصادو بحين لهيدي هو لا كلا تجلسه لكن قف كم مركي بالجو جا مركو كبح الجو كلا أوجله أو إله سبحانه وتعالى أسكو حرو وقلب بيجي خشوع ودرى ما قف سهلا ما هذا نوح اللي رقل يها وح كستو لغوئه أو ما لا يعني أو تريفيا أو وح كسو حسيلي أنا جين قال ليها كم مشغولة أو أنا دق رنتي جلق السين أو أنا أبحن قال ليها أنا مؤمنين هدنا الله سبحانه وتعالى وحيري كو الذين هم للزكاة فاعلون أنا وح نوجان جين أنت القرآن كأقرنا إنه أما مالك استوى الزكاة مؤديون إن صامرت يعني الزكاة يعني اللغة عادية قفك الزكاة جوتا قفك الزكاة بحية لغة عادية واتها لكن فاعلون بالي رسمية بمعنى وامحي وقف شلن حلال الرادية سي الزكاة اقوى جبت اسلام اركانا بحية وقف الزكاة ذي هول قليئة مؤسسات اسلامية انتصم بيه مصاريف كبحية ادتك ايتامتا ادتك اباتيسا ادتك وحبها وحكسية وقف الزكاة ذي كد لقية مؤسسة شقيسة مالئة ادتك اقفى اذين للزكاة فاعلون فالك فاعلون محايا لوحا لوبها اني اكتيفيشن يالا تويلا ما شقينيسو الله سبحانه وتعالى هدانا وحيري كوا وحا ليباني فرجيقو ذا إلاليا فروت وحا للجي ذا حوين تتران كأه قفك إنو سنحميئان لآذن لكن هل مال بالقوء قل يهو قور كحلاشة إيو ما ملكت إيمانكم بو الله سبحانه وتعالى لكن قفك مالا ما شاء أهين لآذن قور وحان أهين قفك لآذن قفك هولكلا لآذن قفك زنا لآذن قفك قعان لآذن قفك قلب كلا لآذن قل يها مؤمنين تكم الجيران مؤمنين توكبحن هدو قفك السماين لها استمناء وقعنت إسيكين لها مؤمنين توكبحن هدي وحكا لو استعمال لها مؤمنين توكبحن هدو إسلوفانا مؤمنين توكبحن كرتريتد ونقضو محايا الألاء يدو حي تري فمن ابتغى وراء ذلك فأولئكم العادون مؤمن وكبحن مركان كلها نهي معنى إذا ماها قال باتها معنى إذا ما درجة ذا ذي وهو سؤل عدوي ولو قراء در فيوي سيدي هر مأهد آياد ويسيوى الدوحة الله سبحانه وتعالى وحيري كوى أمانات كودة يا بلنت اي جلان الاليا بلن بالو ولا غلي وقتي ماشي جوق امانه لو ديبتي وقتي غدو وحبا الله سبحانه وتعالى يعني اذا قف مؤمن انت كوي محن يهب وكيرو غدو لعق اسلاميات باد قاده وحبات اوروردا وحبان سمينه با تري غدو امانات كا قفكه غوتا كوانو مؤمنين هدي وحي سكا دافان نوع ما وحي سدو مرسيد درجه دي ايمانك هوس باد وغا دحد درجه كلا دغارتو الله سبحانه وتعالى هدنا وحيري والذين هم على صلواتهم محافظون صلاه الى اليه مركن تعبيرك قرانك مركه صلاه لغه هلي ثلاث حالات بو كسو ارورا مرنا اقامه مرنا دوام مرنا حفاظ ثلاث ذاك المضبه لاستعمالها اقامه وينو ايمان دونتا وهيئات كيد اركانتيده وحي كلن سنهسا دمان وحا لو صلاه لغه باهنا غعانت هلكي غينيسا هلكي ساريسا سجود مو حد هرمريسا جلبها ما جعمها ظهر مرينا إسا إنت مدة إنت سكننا إنت الأجبودي يقول لك كواه إسا معاني إسا يقول له إسا لبض الرجع جورما لتكذا جورما الله صوته سواء إقامة يعني قف كمؤمن كوأنا نفوذ إسا لكن ولا تكذا أضع ماشى من العسانة أما أضع ماشى من العسانة أما ضع نوع عن ما سد وأنت أقول تكني صلاة أتكي يلي سكاتها أنكلية وقت قال جارس كسر طرطاء إيمان ما هذا أنا آيات ويسيس عتوى الله سبحانه هذا نوحيري وحول جد أنت أنا وجد من حفاظك وحول جد إذا ومسألة أنا باهنها محايل الله قرآن كبير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صلاة ذها إلالية إلالي انت دوام محي وقت جيد إن لقدت كذا إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقت بي الله ذها إلهي بأسميه قفك إنو ما انت نقل بيس وصلاة ذها وكحرنا ذا متكتي أولولو ويسيد ميا كاجبتي مبرتي وقت ميا لقاري صلاة ميا لقاه ربحي جماعة ذي مقشي جماعة ذي مكبح ذا مركو قفك ولول كجرو ومؤمن لكن هذانا كلا جعلين أو نوع عن ما مركي تي في كو سارين يهي كو بدا ذا أذن كلا قوين كرين نوع عن ما مركي شاكا قروح صن إسوكا دعيس أذن كلا قوين كرين هذا أركت نوع ما جماعة إنا يتوكت إنا يتوكن هذانا هذا إسوكا ميتا مركا درجة دي إيمان كمتا قنيد هوسط وقرد عذوي هوسط وقرد عينا درجة دا إيادا مهيموي إن مركا قفك وكو براروه الله سبحانه وتعالى إنتا مركو صوشي كدي بيحيري أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون كوا وكوا واحد دحليا واحد دحليا مال ماها واحد دحليا جاه ماها
waxay dhaxleen karaasi ma aha laakiin waxay dhaxleen alfirdaws haddana waxaa la yidhaahdaa halka waxa u heliya maxay waxa laga yaabaa inaad wax dhaxashid maal aad dhaxashid guriya aad dhaxashid sarwa aad dhaxashid laakiin markiiba lagaa dhufsado qofka awood badan markiiba inuu markiiba kaa maroogsado ay u badan tahay laakiin waxaan hum fiiha khaaliduun qofka qaadanaysa maala wa aayaddan haddaan aqrin qad aflaxa almuminuun iyo aayaddii kale ahayd inama almuminuuna waa labada aayadood ee ugu khatarsan ee marna kuu saxiixday hum lmuminuuna xaqan marna jannada ku geysa wey labada aayadood ugu khatarsan fi lqur'aan alkariim oo qofka muminka inuu raadiye ay tahay waa wixii isku saxaabatu rasuulilahi sal alayh wasalam habeen iyo maalin bay usoo taagnaayeen wey habeen iyo maalin yaa wax bixinaya anaa diyaar u ah yaa jihaad aaday anaa ugu horeeya walidaalika abubakr radia allahu canhu markuu rasuulka sal alayh wasalam inta istaagay uu yidhi war yaa maanta janaaso raacay ana yaa rasuul allah war yaa maanta qof xanuunsa soo boqday ana yaa rasuul allah war yaa maanta sadaqa la baxay ana yaa rasuul allah yaa waxaan sameeyay abubakr waa ay number one wey wax walba isaga ugu soo horreeya ninkaa waa marka laleeyahay ulaa'ika hum lmuminuuna xaqan iyo in isagoo nool oo socda oo bini aadam innagoo kale ah ee socda bidamihi wa laxmihi wa shaxmihi wa fikrihi isagoo socda dhulkan maraya in la yidhahda mu'min baa tahay jannana waad mutaysid wax sahlan ma alcashar almubasharuuna biljanna taasaa loo saxiixa wey walidaalika haddii iimaannimadaasu ay xaq noo noqoto oo ilaahi subxaana wa tacaala noo saxiixo shaki waxaan nooga jirin biwacdi illaahi in jannada aan gelino laakiin haddii aan weyno waa marka khatartu ay taawe waxaan marka u gudagelayaa insha allaahu magacyadii baan yeerinayaa insha allahu yaa mu'mina oo meesha fadhiya yaasan mu'min ahayn haddaan iska helna wabillaahi tawfiiq walilahi alxamd haddaan iska weynana mu'miniin ma nihin waxaana markaa soo qaadanaynaa maadaama qur-aankii aan la wada koobi karin waqtigiina uu yar yahay labaatan tilmaamo ama sifadood ama astaamo oo allah subxaana wa tacaala u xusay oo in badanna hadda ayna soo mareen inta haddaan iska helna maanta waxaan la laabanaynaa wabiidnillaah inaan mu'miniin aan nahay haddaan iska weynana iimaankeenna ama meeshii haddaan iska weyna mu'miniin ma nihin waxaa laga yaabaa in maalinna lagaa helo maalinna lagaa waayo waxaa laga yaabaa maanta inaan sameeyo berina aan ka gaabiyo laakiin kullamaa ay ugu jiro diligensiga ah dadaalka ah in aanan marnaba aanan ka hoos dhicin oo aanan ka gaabin allah subxaanah wa tacala yarfacu lii darajaat walakum darajaat biidni illahi subxaana wa tacaala waxyaabaha u gelaya waxay tahay labaatankaa sifo ama tilmaamo waxay kala yihiin kow aliimaanu bilgayb waxa qarsoon oo cilan waxa cilan oo ishu aanay qaban karin ee qarsoon oo allah subxaana wa tacaala uu sheegay isku duuduub haddaad u rumaydid oo aadan kala qaadin janna la sheegay naar baa la sheegay malaa'ig baa la sheegay ibliis baa la sheegay waxaa la sheegay xayaa ismuha xayaa albarzakhiya cadaab alqabri baa la sheegay naciim alqabri baa la sheegay khayraad fara badan baa la sheegay oo soo socda ilaan hadda waxaan ka hadlaynaa jannaan ka hadlaynaa iyo howlal mida qofka markuu rumeeyo aanu kala qaadqaadin aanu idhin hallay tuso waxa waxaan u baahanahay inaan arko qofka markuusan sidaa aanu dhihin laakiin isku duuduuba u rumeeyo qofkaasu inuu mu'min yahay allah subxaana wa tacaala sheegay oo qur-aanka wuxuu yidhi alladiina yu'minuuna bilgayb waa suuradda labaad ee fi lqur'aan alkariim aayadda labaa saddexaad oo allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay alladiina yu'minuuna bilgayb maxaa yeelay waxaan aan ka hadlayna diinoo dhanba waxyaabaha mitifolojiga ay ku magacaabaan iyo filasifiga iyo religioniska dadku ay ka hadlaan oo dhan kulligood waa qayb qaybka qofka markuu rumeeyo wax kastaba marka way sahlan yihiin laakiin marka hore haddii qaybka calaamu su-aal uu kaa saaran yahay oo aad shay walbaba shaki uu kaaga jiro oo noocan maa fikro walba oo lasoo tarxiyo oo islaamiya oo qofkii uu leeyahay aan waxaan u baahanay inaan sii fahmo akhar dhibkeeday leedahay wey asifa thaaniya oo allah subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay waxay tahay iqaamatu salaah salaadda oo la oogo shuruuddii hadda aan soo sheegnay sifada saddexaad khushuuc salaadda lagu khushuuco sifada afaraad salaadaha oo waqtigooda la ilaaliyo sifada shanaad farjiga xubinka taranka oo la ilaaliyo qofka zinada inuu ka dheeraado sifada lixaad inuu qofka ammaanadii ilaaliyo tan toddobaad inuu ballantii ilaaliyo tan siddeedaad waxyaabaha maalaa yacniga ah fadhi ku dirirka iyo howlaha aan loo fadhin inuusan shaqo ku lahayn sifada sagaalaad inuu zakadii bixiyo sifada tobnaad maalinta yowm alaakhara inuu rumaysan yahay sifada kow iyo tobnaad inuu cadaabka ilaahay uu ka baqo sifada laba iyo tobnaad inuu wanaaggana faro xumidana uu reebo sifada saddex iyo tobnaad inuu sadaqada la baxo markay dadka u jeedaan
iyo markay dadka aanay arkaynin ama markay dhib uu ku jiro waxba aanu haysan iyo markay ilaahay subxaanahu wa tacaala u waasiyay, labada inay isugu mid yihiin. Sifada 14-aad, qofka inuu nafsadiisa kontrooli karo markuu caroodo, aanu furka aanu tuuran, wuxuu doona aanu samayn. Sifada 15-aad, dadka khaladka ka gala inuu cafin karo. Sifada 16-aad, inuu wanaag uu la yimaado. Sifada 17-aad, inuu qofkii uu tooba keeno. Sifada 18-aad, inuu Allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa u adeeco oo wax alla wixii loogu yeeray aanu warka aanu ka keenin. 19-aad, markhaati marka lagaa dalbo oo lagu yidhahdo arrin baa dhacay, goobjoog baad ka ahayd, niyo markhaati kac, inuu markiiba arrinka u gurmado oo markhaati aanu qarin. Sifada 20-aad, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarto. 20-kaa sifo ayaan waxaan rabnaa mid walbaba aayadaha ku soo ororay inaan dul istaagno. 20-kaa sifo haddii lanaga helo oo layga helo adna lagaa helo, muminiinta isku tirin karnaa. Haddii layga waayo lagaa waayo oo inaan laga helin, muminiinta waan ka baxsannahay. Haddii qaar laynaga haya qaarna ay maqan yihiin, wixii waa la kabi karaa. Iyo waxaan nahay qof dad muminiinta muminimada ama iimaanka part time ku ah, waxaan u baahan inaan full time aan noqonno. Haddii marna nalaga helo marnana laga waayo, waxaan u baahan inaan markaa kordhino. Waana meesha ay dhihi jireen ahlu sunna waljamaaca, aliimaanu yaziidu bitaaca wa yanqusu bilmacsiya. Qofka markuu taaca uu la yimaadana uu ziyaada iimaanki uu kordhaa, uu ziyaada. Haddii laakiin macsi uu ku dhaco, iimaanka hoos buu aadaya. الإيمان بالغيب أن كهذا الآيات دابت المانت. إقامة الصلاة قرآن كوحى صورة من الله إليه هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة. هذا نوحى صورة وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة. هذا نوحى صورة وأقام الصلاة. هذا نوحى صورة وأقيم الصلاة. ومعنى هذه صلاة أوغا أوغا بشروطها وأركانها وهيئاتها تدبرها دون نقل لها كعمها ماشي لقين لها هبك لو سجود لها إقامة تام إن النطق. ولذلك ابن عباس مروا كهل لا يحيري إقامته وحلو لجي ذا بركوع ذا إني بوحده ركوع ذا وقفك وأنه سقاشن ديجري حقاش الدبر كيس وصمينه وأنا نقطه لكن هذا ولي سواك عسن أما النوع عن ماذا حاق ومتدلي هاي ولي هاس أجره قفك هاس ركوع ذي سكامل ما سجود ذا أه وجيك إنه الكالوه هاي إذا جب هذا يسنك الله وضعه وهايو انت اللي قلت لك لنا أذن كسوكعين أي إقامة لكم مقعبا إقامة waxaa lagu magacaabaa faatixada inay saxan tahay adoo ihdina suraata wali leh oo iyaku nucbudu wali leh oo wala daaliinada wadaadka aanu ku saxsanayn wali salaadada muqiima walaalika Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku wajiyo xalli salaada tuko adaa laga rabo marka tacliinta adaa lagaag baahay yani ina traadisid akthar min kitab fi sifat salaati nabi wala laga qoray qofki inuu raadiyo laakin hadaan kala jaclayn wala tukan jiray hadda qoraa sifi salaali agreement martama aqaani weli baa nawaytu usalli an laga cilin karin wala soo taaganta bidca lagu hayo weli wala soo taaganta oo weli waa weli baa waxa laga cilin laahi war salaada markaad assalamu alaykum laah labada faraaj aad baxsanaysaa iska daa oo assalamu alaykum assalamu alwar jooji weli wala soo taaganta weli baa sami allah liman hamida amudina laash star allah weli wala soo taaganta oo weli baa ma aragtay markaad weesis hadii weli inta soo dhan ay saxmi la yihiin salaadada iqamatu salaah waxba ku jira salaad iqamatu salaah waxba ku jira muhaafadadina waa uqaadiyo وإن هذا المرمر سيء آذان كينين شيخو شقان كجرا جمعها اللي إيما أقلا شقا ذا ماد كونتراكتي كو قرتو تراهيد كونتراكتي سيدا أني ألوانس أولا يهي أو أنو لا يهي إن مشار لا إسييو أنو لا يهي إن لا إسييو وحيابا إكسترا مركان سفراء أنقلو أو شر ديها سألقي شروط دا كونتراكتي كو قرنتا ما تراهيد وحاجر تساعد كوباقان مالين جمعا وفرايدي ساعد وي قور تايو marna waxaa la joogaa winter marna waxaa la joogaa summer goori ku soo beegmaysan ilaah baa yaqaane sheekho waxaan ma aragtay contract company waxa tiraahdo waxaan u baahan saacada in lii fix gareeyo markaan maqan lacagtiina jarta horta sheek laakiin mar saxiixday kadib oo wixii oo dhan aan soo saxiixday tiraa shaqadii ayaa waxa la sheek in hadaanan tagin jimihi aanan shaqeyn hadaanan baska wadin hadaanan kan aanan sameyn hadaanan masnaci aanan taagnaanin shaqada laga fanishayo shaqada laga fanisho maxay la haddaad rabti inaad gaarto darajadii ahayd yuhafidun ala salawaat inaad marmarsiyaad ka dhigatay class aan ku jiray macallinkii baa ii diiday inaan baxo xamaamna waa lagu ogol yahay qofkii sigaar cabeen waa loo ogol yahay oo aad tiraahayd salaadii baa la gaaray waan tukan waayo iimaanka gruubka la sheegay anii adiga kuma jirin haddii safadan lalaga helo khushuuca salaad allah subxaanahu wa tacaala alladiina hum fii salaatihim khaashicuun culimmada waxay yidhaahdeen khushuuca waxaa loola jeedaa haddaan qofkii inuu tawaaduc uu muujiyo isbihim bihiyo rabbi isku hortuuro macaanida uu dhuuxo markuu la iyaaka nacbudu iyaaka nasta'iin inuu dareemayo
إنه الله سبحانه وتعالى عوامات ويدسانه مركو ليه هاي ولا الضالين إنه بقذين أي كجرته نوعاً ولذلك وحي ليهن أو سيد الله الشيغة في هدي سلف هذه الأمة آمين كان يعجون آمين مركا إليه صلاة الله مركا ولا الضالين وإمامك وإرادة وحمودا مسجدك وقرير جري آمين حوق وبحجري قاركود مركا وحي ليهن وحمودا بقذين باكا كيني جرته ولا الضالين باذيب الله الشيغة إيو ضدلون صن إيو ضد إله سبحانه وتعالى وما هد علين مركي بإنتي قريران بي آمين حوق بكا كسو بحجرته خوف كان مركو وجيره خشوع تصل لقوم جعابا هديلا نجوى إلى بدأ النبا خشوع مركا ماشي مجرو غض البصر خشوع وح موجنا قف كأنه أركتده هاسو ديجو أنو مالها أنو ملحسن إن صوت كنا أنو كحد إلى صلاة مرنا وسري مرنا وجهري حتى هدي أي جهري أي تاع قف كأنه صن صوت كعرك أنو جي جين بعلوم هذا مركا يكش شجن أرنك قال الله سبحانه وتعالى وتلمامه ومحي ومحافظة ذي هذا أنكسر هذا اللي هذانا الله سبحانه وتعالى وحو تلمامي مسألة حفظ الفروج حفظ الفروج وحيكمل تهايم دروس وقصر يسوي زينة ذا خطرتي ذي الله ذا زينة نوحا كيانا إزدح قلكا كيانا زينة وحا كيانا قفك إنو فوضايستو قعنقاتك إنو فوضايستو ويل إيه قبر أن لي سقوط تلقلين إنه كفتمان زينة ذي كانتا ضد أن لي سقوط تلقلين إنه قري كلي قد كو خلوضان زينة ذي كانتا مال رقص لغو عيارة ضد كرن إيوة دقاويهن زنا ذي كانتا ولذلك وآيات كلي في القرآن أنهينا ولا تقربوا الزنا قرآن كاللغو مهاي ولا تفعلوا الزنا لغو مهاي ولا تزنون الله مهاي لكن ولا تقربوا الزنا وضضي كمرين لهي انت سيشيوخ ذي شيئا آيات دان مقاعد ولا تقربوا الزنا اندهي قفك إنو اللابتو ولذلك قرآن كتعبير كجرا وحوياه مركا لقاها اللي غض البصر الله وحوياه قل للمؤمنين غضوا وقل للمؤمنات يغضوا يغضضن من أبصارهن رجى مؤمنين توحد كتير هذا يغضوا عندها اللابين وقل للمؤمنات يغضضن هوانك مؤمنات كوحد كتير هذا عندها اللابين إلهي مدهم وقل للمؤمنين وقل للمسلمين مدهم وقل للمسلمات مدهم وقل للرجال الذين آمنوا مدهم لكن وحد للمؤمنين محايا لي إنه قفك إنه سأقول لابته أو حمد أكل لابته قف جاري كرمال قف مسلم ما جاري كرمال جاري كرمال قف مؤمنة وحجاري كرقف درجيس أني سهلانين سادرت بروح على للمؤمنين كلي أجدي يجا جاري كره إلا نقف إيمان كيس أبوح سمي أم بعند الله لابن كره جبر إيمان كذا أبوح سمي أم بعند الله لابن كرت لكن قف إيمان كيس ولي أنو فدين إيمان نعم الله لابن كره حتى جدابكم ركال جهل اللي محليري يا أيها الذي يا أيها النبي يقول لأزواجك وحد كتير هذا هوانك أديك أتقبت هي قبلها أديك أدشي ونساء المؤمنين الله مدهن المسلمين مدهن ما حيالك جوانا جلباب قشان يساي إيمان بيكو قشان يساو وإلا مدك لو حي الله ده أنه مسلمات بانا هاي خمار كان ويقوف إليه هاي هدي جيني سوص لغا قاطو مراكور لقود ديقو أوكي درع حتى جلباب ونقون كرا بير قرية حتى نقوي ويقوف إليه هاي انت سلسو بودس إذا دقال الله ما يسا ما حيال إلان إيمان كان لغهين وليالك وحي ديه جرين مركو أركا نين صحابي يعني وحال أركي ننتو كان حديثي أها ومركا قركسا وقو عياري مركا سيري نينك كان هدو قلبي يس خشوع لها جوارح ذي سحبني سنة خشوع لها قعمها مرة دقاجين بدل نظام محرعتان وجلسات ما توتستين كليتي ما توتستين حيا القلب يس خشوع سن قبل أن المسلمات ده هدي إيمان كقلب يد وقال لها جلبك وسهل لنا الله إله النقطة ما عرقت تان ده وين أجي ذي صنقط عادي ونقول الله وسهل لنا الله لكن محاك وقت كي محاي لدرجة ذي إيمان كي بيقولي أي قارن سادرت وين ترى أن المسلمات ما أنا مؤمنات ما هو أنا ندهن درجات كان ماشى الغش يا جنا مؤمنات كأسكله هو جنة الجلية للي هي مؤمنات كون هم المؤمنون حقا مؤمنات كأسكلا درجة سهلا ما يضو مركا جوجا ومرا انت يصدا ومرا قبر وح كل الحمبارسا يعني هون وح سهلا ما وقل للمؤمنات وطن الله سبحانه وتعالى وليه ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين قرآن كمدهن ونساء المسلمين مدهن مع المسلمين تو حلقية بأن تساهل بذيهن خمار با يقول فلاني درع ولي يدقشن جرنئي وح مشكلة من عمبور قربات بالله قشتائي مرضا محاد ديري لسو التاقنانس لكن جلبابك يا قشن كرا نساء المؤمنين ولذلك إله سبحانه وتعالى كا تقرب أسمي قال يا دقف كسلسكم دات كدن إنوان بول لمدهن لكن قلوا البا ميال بيليهن رسولك صلى الله عليه وسلم مثلا وكهل لي وهذا نكسر هذا ولذلك الله في القرآن كأكير مركو زنا وكهل لي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ذلك هذا مجورك الله بنا يا
qof zinaystay, nin zinaystay, gabar zinaysatay mooyaane gabar kale ma guursan karin, miyaa loola jeedaa? Ma waxaa loola jeedaa xurima dalika zinada meesha dhacday ama zinada sideedaba mu'miniinta xaaraan bay ka tahay, miyaa loola jeedaa? Labada tafsiir waa la yiri, laakiin waxaa xoog badan in la yidhaahdo zinadu ama dadka mu'miniinta ah xaaraan bay ka tahay qof kastoo iimaan sheegta. Aayaddan marka waxay ka mid tahay aayadaha maadaama iimaan meesha keliya la sheegay, islaamkiina waa soo gelayaa, maxaa yeele muslim baana waa zinaysanaya qofku, yacni qof arrinkaa ogolaaday ma laha. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam nin baa u yimid wiil dhalinyaro ah oo leh, yaa rasuul allah, dadku intuu soo dhaafay yidhi inaan zinaystaan rabaa, halii fasaxo. markaasuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam soo fariistay buu yidhi, iyadoo saxaabadu ay la yaaban yihiin. rasuulka intuu la fariistay, xadiidaha wada taqaanaan, intuu la fariistay ayuu wuxuu yidhi, ma jeclaan lahayd falka kan saa u foolxun in lagu sameeyo hooyada? markaasuu yidhi, laa yaa rasuul allah, ka waran walaasha, laa yaa rasuul allah, ka waran eedada, yaa laa yaa rasuul allah, ka waran habarirata, laa yaa rasuul allah, ka waran gabadhaada ama inantaada, ka waran, laa yaa rasuul allah. Waa loo tiriyey maxaarimtii. markaasuu yidhi, wahaakadaa ragga kalena, dad kalena waa saa, uma ogolaanayaan falkaa xun in maxaarimtooda lagu sameeyo. kadib rasuulka sallallahu calayhi wasallam u duceeyey, gacantu wuxuu ka saaray laabta, markaasuu yidhi, ilaahu qalbigiisana taahiri oo tahir qalba waxasin farja, farjigiisana ilaahu ilaali. saa markuu yidhi, kadib waa rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ka tegey, wuxuu yidhi, laga bilaabo maalinta weligay kuma fakerin buu yidhi. idan xadiidkan wuxuu ka mid yahay xadiidka tilmaamaysa seen zinada ugaga badbaadaa. ilaahay subxaanahu wa tacala inaad barid, yaa allah, xaaraanta iga dheeree, qofkana guurka xalaasha uu raadiyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu fuday ummaddan, marka kuma adkayn. ricaayatu lamaana, amaanadii oo la ilaaliyo waxay ka mid tahay, waa sifadii hadda aan soo sheegnay, waladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun. allah qur-aanka wuxuu ku yihi, ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha, waxbaan kuu dhiibtay wixii gudbi. walidaalika arrin muhiimaddeeda lahu, ama adiga noocan ma dadkii sheerar ka qaad, ama noocan ma xawaalad la noqo, ama noocan ma transactionskaaga dhan ha ku salaysnaadeen lacag, wax alla wixii gacanta lagu soo geliyay gudo. amaanada ugu weyn ee la gudanaya waxay tahay amaanatu liimaan, iimaanka amaanuu kugu yahay. ilan idinka annaga fi lqur'aan alkariim calaa qowli markii nabiyulaahi aadam ballanta laga qaaday, balaa shahidna calaa anfusina, innagaa isku markhaati kacnay. saa darteed amaanow, amaanadana waa amaano ay ka carareen aljibaal, alsamaawaat, alardiin, dhulka iyo buuraha dhammaan way ka cudurdaarteen. laakiin allah wuxuu yidhi, waxaa xambaaray alinsaan innahu kaana daluuman jahuulan, insaanka hadduu garowsan lahaa, uu aqoon lahaa baaxadda ay ku fadhiday hadihi alamaana, intay la egtay kuma degdegeen, uu diidi lahaa. ayadii waxay ka mid tahay sifaatka markaa loo baahan yahay. xifdu alcahd, ballantana, ballanta waxaa oofiya un keliya qof mu'mina. waman awfaa bicahdihi min allah, waladiina yanquduuna cahda allahi min bacdi miithaaqi, qolyaha gooya ama buriya ballan marka ilaahay subxanahu wa tacala la galaan. ballantu marka waa labo, ballanta ugu weyn waa tan adiga ilaahay subxanahu wa tacala idinka dhexaysa, tan labaadna waa adiga aadanaha midda idinka dhexaysa. labadana keyr qaabil uma, yacnii in la tasaahulo ama laga baxo ama la guub yeelo ama la baajiyo wax banaan maaha labadaa xaaladoodba sifaatka. walidaalika rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, calaamaadka lagu yaqaan ama astaamaha qofka munaafiqa lagu yaqaan ay waxay tahay, haddii war uu sheegayna been buu sheegaa, marka la ammaanana wuu khiyaameeyaa, marka uu ballan uu galana wuu guub yeelaa, wuu ka baxa buu rasuulka sallallahu calayhi wasallam. xadiid mashhuura wuu xadiidka isagaa, xadiidna wuxuu tilmaamaya yowma alqiyaama marka la gaaro, yurfacu liwaa'un likulli ghaadirin yowma alqiyaama wa yuqaalu haadihi ghadratu fulaan ibni fulaan, xadiidkii bukhaari. maalinta yowma alqiyaama marka la gaaro, boor weyn, calan, bandiirad, falaag, wuxuu doona ha noqdee ayaa kor loo dhigaa magaca ku qoran. markaasa waxaa leeyahay, tan waxaa iska leh hebel, hebel ayaa iska leh, maadaama hebel lagu yiqiin inuu ballanta uu ka baxo oo ballanta aanu oofin ayaa calaamad ay u noqotay, dadku kaga dhex soocan yahay. xadiidka marka wuxuu muujinayaa in dadka uu soo geli doono qolyaha la fadeexin doono yowma alqiyaama, walciyaadu billah, ilaahana marka laga magalaa. waxyaabaha iimaanka kamila waxaa ka mid a qofka inuu waxyaabaha laqwiga ah, laqwiga qur-aanka in fara badan buu soo celiya. laqwiga waxaa lagu magacaabaa waxaan macnaha lahayn, faa'iidada aan ku fadhinin, qiimaha aan lahayn, adna haddaad samaysay, haddaad ka tegtidba waxba aanan kuu kordhinayn, bal in diinkaaga u badbaadaysaa. waxaa la mid a fadhi ku dirkaa la mid a qolyaha amo jerris ah, meelaha fadhiya oo maanta dhan shaqo kaleba aan lahayn,
لغوي وحا كمذا شيء أنا فإذا الله هينو ما أنت أنك مشقوش طعن أعراض الناس أنك مشقوش قف مسلم عرض جيس أنك مشقوش ما أنت أنك جيس بال توجن فإذا كجس حسيلين ما أنت أنك مشقوش أنت وب أن فإذا الله هين ما أنت أنك مشقوش أنت هالشيء يعني لغوي بصفة عامة أنتوي ولذلك الله سبحانه وتعالى القرآن يقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه حمي مركي مغلان وحن معنا الله هين ويكسي جيسان ويكسي سعدان لغوي وح النقن كره حتى قف بين آدم اللغوي النقن كره قف كبين آدم كبر يس كوس صدو ضوبة هداد أركت يفكر كيس إيوه نقن كيس إيوه هداد أركت إنه سمع هذه أهين يسوق رنبو كجيسان يسوا وهكذا دواليك صفات ككلام حكم إذا والذين هم للزكاة فاعلون زكاة الجوش يجي قف كست مسلم زكاة وح يكون جبتها هدي دور شرد الله له قف كست قانجارة مسلم وإله سبحانه وتعالى مال أوسي مال كان أوجاره أنت لا جوت على جلي سنة مركو مالك أب عسم زكاة يا لقى بعهية هدي العقيته ذهب كزكاة لقى بحنيها حولها زكاة لقى بحنيها بارها زكاة لقى بحنيها عروض التجارة وحابة قفك وكلا صور لحبة وبيع مشترك زكاة لقى بحنيها قفك إنه فهم سين هو زكاة هذا هرب بحن أم أجاهل كأهيد أما سد حسن أفر سنة كهر أذن زكاة أذن بحين وح الله ويحكو دافو لقربة حدا لقربة واتقلين كرتا ديبا كقلين كرتا